كنت عايش بكندا 30 سنة. لما أجا الوقت أتخصص بالجامعة قررت فوت على Computer and Software Engineering. اكتشفت بعد كم سنة أنه دومين الأونلاين تكنولوجيز عم بقوى والإيكوميرس طريقي اللي بدي أمشي فيها. قررت أعمل My Own E-commerce Software بيخلي التجار يبيعوا أونلاين. وبعد كم سنة كل الكلاينتس والمرشنتس اللي بلشوا يستعملوا هالسوفتوير قدروا يعملوا millions of dollars على الانترنت. وقررت اخدها على لبنان بال 2015 تبلش بإيكومز. إيكومز عبارة عن إيكوميرس بلاتفورم بتخلي التجار وين ما كانوا بالعالم يبنوا موقع إلكتروني خاص فيهم بسهولة ويبيعوا عبر الانترنت. كل شخص مهتم فيه يروح على ecomz.com بيعمل أكاونت معنا. بكبسة واحدة الستور بيكون جاهز. فيهم يبلشوا ببلاش وبيكبروا الستور as they're going. فيه يزيد البرودكتس، يعدل بالديزاين بالطريقة اللي بدو إياها. وكل تاجر عنده options ينقي بين 22 لغة وكل الكورنسيز. ومن خلال ecomz فيه يوصل الستور تبعه على فيسبوك، انستغرام، واتساب، جوجل، اي باي وامازون. Many places all at the same time. من 2015 لليوم التيم تبع الإيكومز اللي مؤلف من 25 شخص قدر يجمع فوق 4000 stores across the region. هدفنا انه نعمل فوق 100,000 stores بكل العالم ونفتح offices بدبي بأمريكا وبيوروب. إيكومز is very user friendly. هي أهين وأوفر وأسرع طريقة للتجار يعملوا website online وتصير الليدر بالإيكوميرس بزنس بالميدل إيست.